مدام راس عام وناس كل محفلينها. أهلاً. هاي سيدي خلينا نغنيو شوي. يلا. يلا. باش نلعبوا يا سيدي لعبة. غني على الحرف. يلا. يبدأ ميغالو يلا. ميغالو. ميغالو. باش تغني غني. بالميكرو ولا بلاش؟ والحرف اللي باش تفهم به الغناية. ياخذوا اللي بعد فوزي ياخذوا لا بالفريق بالفريق نبدا تفضل دلل هاو الميكرو بارك الله فيك يعطيك الصحة سي علي تفضل عايشك سي علي وعدي الميكرو لفوزي ومريم تعدي الكلام اعطيني الحرف تو نبدا هاي نعطيك حرف حرف الفاء فاء مسكين على الفاء في يوم وليلة في يوم وليلة ليلة ليلة شفنا غلاوة الحب نقولوا في يوم وليلة ليلة بلا ليلة على دليل لمون اللي غاروا مني قالوا لي اش عجبك فيها قلت لهم زانوا فني خذوا عيني شوفوا بيها ترارا 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 السمرة اللي غرتوا منها حبيتوني باش نختارها ما نجمش نبعد عنها وانا كي الحوتة في ماها هاري ترى ترى تلا هاري تنغد عينيها هو ولا لا هو ولا لا هو ولا لا ولا نشرب كاس دواء و و واش بينا هلا هلا واش بينا هلا هلا واش بينا خمسة واللي خميس علينا هلا هلا قتلو شبيك هلا هلا قتلو شبيك هلا هلا قتلو شبيك قالي راني نولع فيك هلا هلا ايش بينا هلا 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 لا 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 ولا الهي لا 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 وقال نولع فيك كي 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 شوف كي اسمعني يا اشبينا نا نا كي اشبينا الله 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 ديك روكال اشبينا ولا بالكي نا نا اشبينا كي نا نعم كي قال لك كي كي مناشط قال لك كي وين كي حرف كي حرف كنت مش نا تو يا ولدي كي كي يا ولدي نا يا ودي كيفك علينا تو كل مرة أشوفك فيها أبقى نفسي أجيلك أقولك إنك كلك على بعضك عندي بالحياة أبقى واحد الغنى فيها عندنا بس عبايا قلبي عاشقها قلبي عاشقها والعيون دي ذوقها لما يرضوا وانا كل ما اشتاق ليها هموت واسال عليها علي انا كل ما اشتاق ليها اروح واسال عليها عليها ها هلا جاي تصالح هلا وعلي تراضي لما صار الامر معلق بيدين القاضي يلي جاي تصالح مين قلبي وعقلي متفقين يلي جاي تصالح مين قلبي وعقلي متفقين ترجع وتكلم قاضي حكم القاضي ضا 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 ظلموني حبيبي ظلموني ولا قلبي وملوني ظلموني حبيبي ظلموني ولا قلبي ولموني ظلموني 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 ظلموني
بيقالوا لنا حرفني انت بيقال شو قالوا الصباح بيقالوا يا ولدي بيقالوا بيقالوا هاي عاد بيقالوا ظلموني حبايبي بيقالوا حرفني هاي بيقال نتحيكي للي ما ينام الليل وقت المغارب والاذان في الصمعة صمعة سمعة سمعة علي جرامري علي جرامري علي جرام من مراسيلك علي جرام بس اما تيجي وانا احكي لك علي جرام وامسح دموعي بمنديلك علي جرام بس ما تيجي وانا احكي لك علي جرى علي جرى علي جرى را مريم را ما عنديش را وحدها ريتك ما نعرف وين لحظة ما بينه ومين لا لحظة ما بينه ومين يا بنية باب الخضراء ولا في الحلفاوين نا عرف النون نا نسايا نحبك وانتي نسايا هي نسايا من وقت الصغرى والقرايا نحبك انا من وقت كنت تجي حضانا يا كنتي تاكلي جلبانا لما كنا نخمرايا كيف كنا صغار ونخاف من الغول والطهار را را فيسع بسام فيسع فيسع را هيا هيا خلينا نكملوا را ربا يا ربا يا ناري علي مخبى الربا يا ربا نهملني من كبة الكبة الربا الربا بالك تنساني يا ولفتي بالك تنساني بالك تنساني لا 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 والله عنده تعليق كريم اغنيه قديمه يا اخي من 30 سنه صالحه مشتو ني صالحه كي كانت صغيره ني ني لي ني اني انا بلطي زين القصري ني راح اسمع الغناية انا اني نايا بلطي لا سامحني لا ني جودة بس ناري 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 من جماله ناري ناري قلبي قراله من خدود وحب انا مش انت دقيته حبيبي سكر نقول 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 لا بدي بالبيت بالبيت بوس الواوا خلي الواوا يصح لما شفت الباوا وشفته صار الواوا بح بوس الواوا خلي الواوا خلي الواوا يصح لما شفت الواوا عودها بكده مش حفلتها هنا هاي غنيها بكده ليك الواوا بوس الواوا خلي الواوا يصح لما شفت الواوا وشلته صار الواوا بح قربك خليني جنبي خليني انا من دونك انا برداني اح صار الواوا بح ليك الواوا بوس الواوا خلي الواوا يصح لما بست الواوا شلته صار الواوا بح قربك خليني المباراة تنتهي بالتعادل بين الفريقين يا سيدي استقبلنا 2019 ايوا استقبلوا انتوا بتقولوا شو خلينا نشوف التوانسه 2020 جايبوا ضيف اسكت اسكت خلينا نشوف التوانسه شنو يحبوا يقولوا اللي لا العام 2019 فيتير توب بقول 2019 ديس فاستك وسرجل معنا ما نحبكش تكون كيما 2018 ان شاء الله كل عام وانتم حيين بخير
2019 رد بالك ما تعملهاش معنا ان شاء الله كل عام وانتم حيين خير. احلى خويا كان ما جاء ما كان باش يجي مزيان واحلى ولا مش لازم نعملوا طول ديبلاسمون 2020 والسلام عليكم. 2019 ان شاء الله يبدا عندي فيه زهر ان شاء الله يجيني باثنين والواحد والتسعة ما صفر ان شاء الله عليه برجو لي عام سافا با دو تو وخنقنا وكرهنا في حياتنا ويا ولدي عاد 2019 جا ربي بجا ربي ما تخنقناش خلينا مريقلين وخلينا متفرهدين وخلينا شيخين. يا ربي 2019 اعطينا مليار برك. 2019 شوف اللي في عيني رد بالك. خويا من 2011 نستناه ولا 2019 باش نعرسوا هذيك هي راهو ما عندنا حتى شيء افار العرس. نحبوا 2019 اكيد عدينا عام باهي ونعرسوا فيه. 2019 واحد يلقى روحه والحمد لله يا ربي نعيشوا حاجه باهيه وتحوم تسقط على روحك تو وجونا باهي. نقولوا ل 2019 هيا يا وخاي نحبك فيسا فيسا تتعدى ان شاء الله العام هذا يتعدى فيسا نحب شهر في شهر شهر. نحب نقول يا ربي نلقى مليار طايح نمشي نعيش بيه البرا ما عادش نعيش في تونس. من غير ما تجي تعديو طول 2020 خاطر مش باش يبدا شيء. نحب نقول 18 نضحك لي اللي ما ينام الليل خويا. و 2019 خلينا نشوفوه سان. 2019 برجولية ما غير ما تجي خاطر 2018 ربيت عليه الكبدة وكان أحسن عام عندي أنا دونك أخذ غاديك من غير ما تجينا. يا 2019 إن شاء الله تستجب تجي خير من 2018. عايز شنو هي أمنياتكم ل 2019؟ أيوا بسام على الصعيد الشخصي ولا؟ والله أنا الأمنيات كانك احسن من عثمان تو. اه يا حبيب الله يا حبيب الله فهمتني حبيب الله والله توحشت احسن. اي والله تمناوا له عام مبروك زاد تحيه لحسان بن عثمان تمناوا له هاي بس والله لهنا والستر الحق بتاع ربي وكهو ان شاء الله يستر جميع التونسيين وكهو ويبقي الستر على بلادنا وكهو بالحق معناها باي والله انا نتمنى ان شاء الله يا ربي يبقى على تونس ستره وربي معانا ان شاء الله ويحفظ تونس وان شاء الله يلقاو في اقرب وقت حل المشكله كبيره ياسر لهالشباب اللي معطل المسكين اللي واقف يستنى ان شاء الله يلقاو حل في مشكله البطاله وان شاء الله مع هذا نشوفوا الامنيه الشخصيه ماذا بيا اي الامنيه الشخصيه ان شاء الله يا ربي 2018 هز معاه الاحزان الكل وتكون هو نهايه الاحزان ونتمنى من ربي سبحانه وتعالى ما يحرمنيش من حتى واحد من عائلتي ونتمنى اذا كان فما واحد منهم باش يمشي قبل هو انا. لطفا 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 وربي يطول في عمرهم ويسكن. فيصل على الصعيد الشخصي امنيتك 2019 ان شاء الله يا ربي يعديها على خير وان شاء الله معناها نحقق فيه نجاح وان شاء الله يا ربي معناه يبقى علي يبقى علي الستر وعلى عائلتي وكهو ولا عائلة ان شاء الله ربي يهنيك وتلم سقيك وتعرس اي ان شاء الله ربي يهنيه زاد ان شاء الله في 2019 ان شاء الله يعرس نرتاحوا منك. انا نتمنى الخير لعائلتي سختو واصحابي العباد اللي تحبني وحتى العباد اللي ما تحبنيش نتمنى الخير وان شاء الله يا ربي في 2019 بالك شي بالك شي يجيني بامبينو نتمنى بيبي ان شاء الله في 2019 ان شاء الله في 2019 نلقى الراجل ويجي مع الصغير حتى البامبين وما يجي كان بالعرس مسكين الديستريبيوتور واحد كيفاش لا لا استنى استنى امشي بالديستريبيوتور تحط لك الكارت ليه خدم مخك شويه نتعرف على الراجل اون 2019 في شهرين نعرسوا نحبل في 9 شهور نحبل وبعد ما يسالش يجي اون 2020 صغير اه تقعد تستنى في كرش عنده يعمل اوكن بانك وبعد يخش نجم تتعرف على راجل والله الله يفتك عليك ربي يهنيك تعرس في فيفري تجيب صغير في نوفمبر فوالا علاش سوتي بوسيبل على خبره في الشيء هذا خبره لا لا مش خبره لا يا اخي انا عرست في شهرين برب تعرفت على راجل وعرست وجاي في شهرين انا نتمنى الخير للامه الاسلاميه الكل وان شاء الله هاني جايك لحظه خلينا نبدا بالامه الاسلاميه ومن بعد نتمنى الخير لعائلتي الكل سيدي خويا ربي يفضلهم لي وان شاء الله الفزغونه نتاعي بنتي اللي جبتها العرس بعد 9 اشهر انا بعد ما مرتي حبلت وجبت لها الفزغونه بنتي تقصد انت تقصد في بنتي فهمتني عاده ربي يفضلها وربي يعطيها ربي يعطيها الوقت الطيب ويعطي للصغيرات كل الوقت الطيب سيدي خويا وربي يحفظ تونس بارك الله فيك يا حاج ربي يخليك يا حاج عيش يا حاج عيش فوز امنيتك الشخصيه 2019 خويا الشخصيه الصحه والعافيه الصحه والعافيه ان شاء الله الصحه بكل بخير ان شاء الله ان شاء الله اولادي يكونوا ناجحين ومن افضل ما ثم بصحه جيده ويكونوا متالقين في كل شيء
وان شاء الله اصحابي هذوما زملائي كل اللي عديت معهم من اول نهار اخر نهار نقول لهم نحبكم لوجه الله، نحبكم في محبه خاصه لوجه الله رب العالمين. اقسم بالله لغه خشبيه، اقسم بالله لا احمل الومنيوم، اقسم بالله نحبكم محبه خالصه 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 وبيا بصفه خاصه، بيا بصفه خاصه. لا بس مش بيا، كلهم كيف كيف، كلهم اخوتي. دينا مع بعض فما ميول عليك، كان عندك ميول البيا اكثر مثلا من خوله ومن مريم. انا ما نحلمش بيه في الليل، بيا تحلم بيه ما تضحكش. كلهم اخوتي، كلهم صحابي. ما بينجمش يكون عنده ميولات عادي. كلهم اخوتي، كلهم صحابي. ليه معناتها ليه؟ ليه؟ ربي يفضل. ليه؟ ما حلمش. اما كلهم صحابي. بارك الله فيك. معناتها يستحق الاهتمام. يلا يستحق. رجال ولا تشكر في رجال؟ هذايا على متخ الساعة. لا لا علاش قلت أنا بصفة خاصة؟ لا لا العشرة وما تقراش زاد. قبلهم هما برشا. بيا حتى ما عجبتوش وخاف لا يقولوا. والله لا يقول على بيا. والله لا يقول على بيا. لا أما قدام الكاميرا اش بيه؟ ما يهمكش في العباد. والله لا. سوا سبونتاني، قول اللي في قلبك. ولا يهمك في الناس. أنتم ثلاثة أخوتي، شنو هو؟ عايشك جيت. وفي مكان بيا. لا ما يقول لا يمين لا يمين. يا بيا والله مقبيل عليك أنت، والله يشكر فيك. بالعاني يا عمي. شكون امنيتك 2019؟ نتكلم برا. نولي ننطق راه مليح. والله سهل الراء. لا ما. الراء. بالعكس زيد درجة الراء كيكا حرف يظهر لي الراء. شكون ينصح فيها؟ ناحية خنخين عندك. اصبر. هذه اللسانيات ما تفهمهاش. حرف الراء هو حرف رخو. أدنى أسنان. تصير فيبراسيون بطرف اللسان في اخر اطراف الاسنان. الاسنان الراء هي تقول لانه اللسان ما يعملش فيبراسيون في طرف الاسنان. ان شاء الله يعمل فيبراسيون تنطق الراس. حطوا اسمع، حطوا فيبرور، فما حطي فيبرور ما عادش قول شنو يا عم هذيك؟ الوغ لا مستحيل يقول. لا لا اباغ راه بالحق عندي تلاكوينه مخيبه برشا. لا لا ما فيها حتى شيء بالعكس. خفيفه ماهيش ترقيق الراء خفيف ماهوش. لا وقتاش اكتشفتها بالحق وقلقتني على الاخر في تاج الحاضره. فتج هذا تقلقت برشا معناتها. هي قعدت ميزه فيك هذيك. وشلقت بروحي ماهيش راك هاو، شلقت بروحي اللي عندي تلاكوينه خايبه برشا. ونتمنى كونها تمشي مع 2018 وتجي مع. لا لا في تعديل النطق في شهر من زمان تخرج منها. ايه والله في شهر من زمان. بيبي ولي هو يحكي بيار. انا نتمنى والله والله انا نتمنى 2019 انا توا عايشه سعاده، قمه سعاده الحق نتاع ربي. على خاطر جو سوي بيان انتوري. نحب نشكر العبد اللي هذايا اللي ما نجمش نقول اسمه. الله 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 الله. شكون؟ اسمه برا هذاك علاش مش نقول اسمه. نحب نشكره بالحق على الاخر، على خاطر يعاون فيا على الاخر وجوده. شو يعاون فيك؟ يعاون فيا معناتها وجوده ويقف معايا معناتها وجوده معايا خلاني. عندي سؤال. خليني نقدم بالحق. عندي سؤال. خليني نقدم. تحبوا؟ اي بيان سور نحبوا. يحبك؟ لا نحب وحدي. وقتاش نفرحوا بيك؟ شكون نحب وحدي؟ شنو؟ شنو هو؟ خلينا نفرحوا بيك. اي ان شاء الله. وقتاش؟ على قريب. لا من بدات انا وياك ان شاء الله. انت ويا وفيصل. هاي زغر طول، هاي زغر طول، هاي زغر طول. سيدي قريبا قريبا خرجنا من عرس. نحب عرسك انت وعرسي انا وعرس مريم. علاش ما تعرسوش فرد النهار؟ نقعدوا ماشيين جايين فرد النهار. صحيت وفلوس ومصروف. وكملوا خوله بربي. هاي خوله جايه في الطريق. نقعدوا نشطحوا ثلاثه مرات. شو خوله تو من القطاش؟ انا دقيقه قالوا له نحب زاده فريمون نقول ان شاء الله ربي يداوم عشرتنا محمد مراد ومالك المنسي اللي فريمون معناتها هزين كما يقولوا ذن القفه معايا. يعطيهم الصح. جو فو ريميرسي بوكو ان شاء الله ربي يداوم عشرتنا ان شاء الله. كريم الغرس كيبو محمد مراد مش ممثل. محمد مراد يخدم معاه في عروس عريس. كيبو نعم شنو هي ورقه 2018؟ امنيتي نشد ورقه بلانيت 2019 ان شاء الله ربي يرزقك مولود مثلا. ان شاء الله. اي راهو كريم الصغير. كريم الصغير اي ولا كريم الزغرونه. تصوروا ولد كريم ولا بنت كريم؟ تصور يا ميمتي. ان شاء الله يطلع ولاد الساعه 12 شد له شعره كيف؟ ويتولد بشعره كي كريم بالكعكه. نهبطوا يهبطوا بالكعكه. حاضر والله. اسمع ولاد ولا بنات باش تطلع تشبه لك.
مدام بوحام لا لا يا شاب حمزه البلومي ما بشبه 22 نحكي معك لا تاثر فيهم انت اكثر انا التاثير يا بطبيعه تاثيرك ان شاء الله هلا يجي شبالي شبال امه معناها ان شاء الله معناها مازلت انا مازال وقت ان شاء الله على الصغار متفاهمين ان شاء الله بعد عامين اخرين صغار خاطر هي تقري استاذه فهمت معناها لازم ما تكونش معناها تغيب على الخدمه والكل ان شاء الله نجيبوه انت اللي شارجيوه بالبلاي ستوري ولا اش قال انت اللي شارجيوه نشوفوا له حل معناها فهمتني من هنا ل 2020 ايش تتطور الدنيا يا سافوار فهمت نبدلوا شويه الجو يا سيدي ايوا نمشيو للديفي باش نشوفوا اليوم شكون اقوى واحد في امور جديه شنو اقوى واحد جسديه ميغال دخلني ربع معكم قلتوا كلكم تحبوا تعملوا سبور ها يا سيدي خلينا نشوفوا اقوى واحد فيكم الليله نمشيو مع بعضنا للديفي كل واحد منكم باش يشد البو هذاك ويخلي يديه مطلوقه اللي هبط يديه يخسر واللي يكمل هو اللي يرمي فما فلوس فما حاجه في امشي تنقل فما كان فما شيء هاي ترسيم 3 2 1 توب كريم اطلق يديك طلع كريم طلع ايدي كيفو طلع كريم بس ما اطلق ايديك اطلق ايديك لا نحدي ايديك مطلوقة هاي يا كريم كريم الغربي كريم الغربي برافو شو غدو الغدوة هيا ما فما حيل انا هو فايصل وبيقالوا حافظوا على نفس البوا ولا نزيدوا حافظوا على نفس البوا يلا شد الوحدة في ديك فيصل عاد يربحني ميغال وهذاك اش مازاله 3 2 1 طب هات لك ايديك هات لك روحك ميغال وطلع ايديك هيا لا ما حيجيك طوندو بدك طوندو بدك طوندو يا عاد لا رجع بدك مطلوب بدك لا فايصل الحديري برافو فايصل عندنا فائز من الفريق الاول كريم الغربي وفائز من الفريق الثاني الحمد لله فايصل الحذيري يجاوب احنا يا زوز فايصل وكريم هيا عاد ها اون دو افير لا بيل مانتنون اي 3 2 1 توب لا ناحيدين ناحيدين الفائز فايصل الحذيري
أقوى رجل في أمور جدية. أقوى راجل في أمور جدية. أقوى راجل في أمور جدية. عودها مرة ما سمعناهاش. عود فيها. أقوى راجل يا بيقالوا في أمور جدية. يعني ما تسمعها أنت ما. لا خطيني. أنت تشكل أنا راجل. لا أقوى راجل في أمور جدية. هي عليها جدة إبراهيم. فوز علاش ما حبيتش تلعب؟ والله عندي وجيعه في يدي اتنا معك انا هيك شيء هز هز علي هز علي والله وجيعه فوزي اطلع أجل بايا زردي أجل بايا دو ترو لا 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 على الشباب خسر نمشي يا سيدي صار مسار هزونا أكل صار ولا ما صارش رجل صيني دخل السبيطار بسبب مرض اختير في رئتيه على خاطر مدمن شمان ريحة الكلاصة صار ولا ما صارش صار هاي الألواح صار ولا ما صارش مدمن شمان ريحة الكلاصة الألواح الألواح يلا يلا فوزي مريض ثلاثة صار أربعة صار خمسة صار ستة صار سبعة صار زوز ما صارش بيا علاش ما صارش أنا ما صارش خاطر نحس في حاجة طلعت لي الماتي شنو شنو ما تقوليش فما ريحة سبوب لا لا ديكلاس مريومة علاش ما صارش خاطر جو فوا با بوركوا والإجابة الصحيحة صار صار فوالا صار فما ريحه فما ريحه نحبها على الاخر فما ريحه ليسونس ليسونس وريحه الفريب فريب فريب والرمال انت مبلول شويه نحب ريحه الفيتوكس تبدا رمله مبلول والله والله نحب والله عنده ادمان على حاجه راه اي خاصه في الشمان راه اه انا نحب ريحه ليسونس انت شنو ادمنت؟ انا مدمنه بارفانات بارفان ونحب يسرك الحاجات العاديه ما بركه قويه تبدا فيها برشا الكول كيما البياناتخ مثلا اي البيانات نموت عليها البيانات نحبها برشا ديما هذيك انا نحب الكمانجا البيانات قال لك لا لا باي تحطها في ساشيه بيانات وتبدا تحب البيانات لي تستور كل عندها في الدار هكا عندي دي تستور انا واش كيف مدمن على رايحه بخورات بخورات كلها اه نعم بخورات محلاها ريحه العود نعم ريحه طيبه ان شاء الله روائح في العود مش عاديه صحيح حاجه كلاس فهمت حاجه مش عاديه وغالي برشا وانواع خيالية. وغالي غالي بس اسوان خياليه اسوان خياليه على الاخر اه وي ثم حاجات انواع زاد اللي نمشي للخبر الثاني مرحب لها في شهرها التاسع ايوه شاركت في ماراثون بطول 42 كيلومتر وبعد ما وصلت الخط النهاية ولدت صغيرها صار ولا ما صار هبط ثالث ولد غريبة فيكم يصير حتى شفنا برشا عبيد برشا نساء حبالة
يهزوا ديزالتير قوي ما شاء الله. مش في الشهر الاخراني اللي طول بصراحه. اي بدر فوزي بد حتى انا بد ما فوزي شو بد تجي صارتها في الاخراني. ما عندهاش قوه باش في الاشهر الاخيره للحركه بحسابها يتعب الشهر الاخير. لا تجم تمشي بالعكس. لا ما تجري في ماراثون تجم تكراي تجي من الاخر. يعملوا سبور مش ما يعملوا الشهر الاول الثاني الثالث الرابع الخامس السادس السابع والثامن كل حركه بحسابها. وحتى في الشهر الاخر تجم تمشي اما مش تجم تسرع في الحركه. ولا صح. انا بدلت رايي. انا جيت خوف بزاخ نعملها كنا نحمل. صارت يا سيدي صار. عادي عادي. صار صار. فوزي. صار. ما صار. شو علي سمعتين تخدم الارض تخدم الارض. ويقول لك مسكينه تحرث تحرث وجات تحت شجره وولدت صغيره. تقول لي انت تجري ما يجيش. هي تجم تجري في الصف الاخراني. مش ماراثون يا خيا في المقدمه تيري في الاخر. يا وصار له. معناها سان في ابسولومون غيان ديغرا. انا مروحين من عرس مروحين من عرس انا وامي معناها وامي حبل باختي صدقني بالحق. معناها جرى في جرتنا كلب معناها 3 كيلومتر واحنا نجريو في الكلب يجري ورانا واحنا نجري. نعم؟ يجري وراك مش تحب نعمل صغير. امك حبلها وقتها. به يلا سيدي السؤال الثالث. طيب. ابتكار سروال ضد التلف في دوم 100 عام. روعه. قر سروال ما يتقطعش. وشنو البنة فيه؟ التيسيو بتاعه لا يتبدل لونه لا يتقطع لا يقدام لا حتى شيء. معناها هذاك تقلق منه تنجمش تعمله شورت في الصيف. ما شو لا تنجم تقصه تقصه. حديد هذا ولا شنو؟ ما هذاك هو السؤال. صار ولا ما صار؟ هو مفلفل السروال الخضر. سروال ضد التلف. كله فلفوله. ما يقدامش. ما يتهلكش. يا اخي التصوير ابداوا خاصة ثلاثة مسار أربعة ما صارش. وثلاثة وأربعة صار. علاش ما صارش كاين؟ هذه تعمل له غسلة باللومو يتلف يبدا اللومو يبدا أشهب من بعد. أنا احنا عندنا زنز جفال يا كي يشم ريحة التيسيو يبيض وحده. قالوا علاش ما صارش؟ ما يصيرش أنا نعطيك فما موديلات في حومتي مش كيبدا حديد أقسم بالله يذوب وتذوب. فما موديل هنا. كيفاش يذوب؟ ذوب إيش؟ كيفاه؟ فماك الفروتمول يصير. ريتهم عباد كي تلبس السروال ورينا يا ودي فما شكون هذوما يمسوا في بعضهم عرفتهم كي يبداو يحكوا هكا يا ودي كي يبدا حديد اقسم بالله فما عباد ما نحوش عندنا موديل هنا ما غير ما شكون شكون الموديل يعقوب كي السوق يمشي هكا حاطط حطه اليوم يعقوب انا ملبس وانا ملبس ما ماخذ وقاله ب 24 مليون اليوم فهمت اللي قعد اللي خذيت له به كسوه فيصل علاش ما صارش علاش ما صارش ليه ما صارش خاطر فما عباد يلبسوا معناها موجود فما عباد يلبسوا سراول كيما هكاك ما ينحيوهمش يقعدوا بهم معناها يتنحى بالعمليه كي يتنحى يقعد واقف في السروال خاوي ما يصيرش على خاطر شنو هو الكاليتي معناتها نتاع التيسيو حتى لا سانتيتيك ولا سكو تو فو ما يا لله 100 عام يتنحى معناتها شو العظم تاع العبد صار السروال هذا لا يتقطع لا يتمسخ لا يقدر لا يتبدل لونه جم بكتيريا من وجه للميليتير يدوب 100 سنه اول معمل نتاعو في كرومبيل حتى يعني. يدوب مولاه 100 سنه صعب لا هو باش يدفن مولاه يورثوه يورثوه فوالا يعني وارث السروال من عند بو واحد وارث الراجل الاخر وارث السروال باي فما اللي يدوم يلا نمشيو للسؤال اللي بعده في مناظره نتاع جيش في كوريا الشماليه وللحد من ظاهره الفوسكه والغش فرض على المترشحين يعديوا عرياني نعدي حياتي مدوبل انا عليه باش نعاود نعدي نعاود نعدي صار ولا ما صارش؟ كرم يعملوها في الباكس شنو؟ تاع كوريا جبت له بلاد وما يلعبش شكون انت ضرب من كوريا لهنا؟ ما يفادلكش هذاك صار ولا ما صارش؟ ينجم يخبيه راه حتى عليا راه حتى عليا ينجم يخبيه في وسط في فمه ولا في وسط كيف؟ حتى يخبي في ضباب كيف في ضباب ما باش يهزك في فمه لا ينجم حتى في فمه يهز يولي يهزك هو فهمتي يولي يفيق بيه تشونغ ساعة هذاك في جديق ويحط كراسه هاكل من هنا اسمع هاكا فمه محلول حتى وعنده منين عنده ديجا يشوفوا في واحد ولا ياكلها ياكلها ويخرجها يفسك ياكلها في ما ياكل شو؟ ياكلها يهبطها يفسك ياكل ويرجعها ياكل الفوسك يهبطها معناها يكح جست كيفاش يهبطها شنو يهبطها؟ كيفاه يعني نار الشريف كيما اللي عندي فك التمر الدروغ حكي عليهم حمزه البلومي تحيه ليه شال عام ومبروك معناها تو نعطيك حل معناها صار صار تخيلها شنو هاي عديوا عليه فما شكون يبدا ينقل من صاحبه تلقاه صاحبه ملصق صاحبي يبدا ملصقك كيما بتاع السروال يبدا ملصقك يبدا ينقل عليه
كله ما عملناه. مش كنت تفسكي انت كريم؟ كنت نسرق البريون اللي باش يجيبوا لنا منها مثلا ما تعطينا الاوراق الفير والحمر ودرشني نهزهم الاداره ذوك ونصحح فيهم ونكتب ونحط هكا ما تجيش مطويه الفوز كريم نحطها تحت المريول بعد تعطيك البريون صح وفيها الطابعه نتاع السيل كل قطعه هذيك نخرج الاخرى حاضره قدام البروفيت والكل نصح عادي فيها والا فوسكه صغيره مره بابا فيق بيا نفسكي كيفاش فيق بيا انا ديما امي تلقى حرز امي ما تقراش مسكين فهمتني وين تلقى واحد صغير فوسكه تقول لي كريم لقيتها في السروال شناي قول له قران هذاك تبدا تاريخ ولا جغرافي قول له قران راني راجع به نقرا في القران ما حارس تحت تقول لي عايش وليدي كثر ما اعطيك صح بالقران ديما تقول لي معناها تحكي فيها العباد في المولى كريم ديما تحت القران برشا وراق لين نهار جابت هزت البابا للواحد بابا كيف كيف كي عيط لي فهمتني قال لي كريم شناي هذاك بابا يقرا قلت له قران وطلعت فوسكا بالفرنسي قران بالفرنسي طلعت فوسكا بتاع فرنسي والله فسكيتني قالوا عمري ابدا بالضبط لا لا تبارك الله والله يستحيل لا عمري بس لا ما فسكيش كنت نقل علي قدامي يعني حال فوزي كيفاش كانت فوسكا قبل؟ هاك شنو هاك؟ خبيها في حولي نقرا بعضنا شنو مشكل؟ اي تعرف اقوى فوسكا شنو؟ تلبس جوب اها بها وتحت الجوب تكتب تحت الجوب شو سور تي كويس بالحق تكتب على ساقيك اي تكتب على ساقيك تكتب على ساقيك وترجع الجوب وترجع عملت بيان سور على ساقيك على فخذك في خذك تكتب كي شدك المعلم كيفاش باش يهز الدليل تاتو لا ما امبوسيبل تشد امبوسيبل ما تتشدش لا ممنوع امبوسيبل ما تتشدش ممنوع شو باش يقول هز الجوب ممنوع ما تتهزش امبوسيبل كي تعرق تتسيل الفوز ولي هذوك هذوك من البنات والولاد كيفاه يلبسوا جوب معناها ما فهمتش الولاد عاس فوسكا بالحق نتذكر كي كنا نقراو الرولو اللي لهنا لا لا كي كنا نقراو كي كنا نقراو نتذكر عاس فوسكا سيتي كان كيما قال كريم وفات تعمل روحك تترانت في بغيون تجبد من بعد تجبد بغيون نتاعك هذيك اقوى فوسكا اخي بحاجه كانت تسيري الطاوله نعرف روحي باش نقعد فيها نجي من الصباح نكتب في الطاوله نبرخش من بعد يجيك يقول قوم من الطاوله هذيك اش تعملوا؟ تمشي لطاوله اخرى ياسر نحب نهز طاولتي معايا نبدا نعمل تجي واحده ولا طفول تلقاها حاضر انا معلم قدام ويجي ثلاثه من بعد محضرين صرصوط كامل ورا بعضكم اللي باش من الاول اللي يعدي للثاني والثاني يعدي للثالث يجي البروف يهزك الاولاني ويحطه في بلاصه اخرى ياخذ يجمع كل معلقين اما انتم ندمتوا على شيء هذا بس عطيه فكره باهيه بس يا ودي تحكي مع الانسان الغالط انا كنت قراي خير ولا بد كل تلميذ ما فسكيتش فسكيوا علي انا مش انا ما فسكيتش اي انا خلاص الاجابات اسمع فما اكبر سؤال اه ثالث تلميذ النجيس ليه عرفتوا اللي ما يوريوش هذوما كي تعمل لك تنقب بكومبان تبدا تنزل عليه ما تلفت لكش هذوك ما يفدون ما يتحركوا ما تلفت لكش عادي انا ساهر معايا انا بيت الريبز ودي في كامل نمد لك انني بناني هكاك نمد لك كومبان بسياق الله لا نمد ولا تولي تخاف عليه ليموت اسمعني اسمعني فما فازه اخرى اسمع يا بابا يا كريم كريم فما فازه اخرى تغزل على الاخ عرفتك اللي تلفت لك واحد يقول لك بسيقك اي ما تضرب كومبان بسيقك بكل شيء تولي تعيط تعيط تضربه يضربه معك اكل يعني ما يتحركش يبس يبس اللطف يبدا يعمل لك اللطف يا رب ويخرجك مخنوق شي بتشمي شويه وي اش بيك يقول يقول لك ما لك يقول لك ما يبدا يتبهلي لك تبهلي بتاع زعما زعما يوري فيك لحظه يعمل لك تبكي لا مش بهليل فما هذايا اكبر وكل يخزرك وبعد يخزر المعلم بتاع ستي عرفت ستي يبدا يكبس لك فيها من غير ما يشبيك يقول لك كريم ستي شبيه ستي وفين عليه فما واحد اخرى بتاع بسام لا فما واحد اخرى انا نعملها لهم بتاع بهام على الاخ عرفتك اللي عيط له قول لي بسام 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 طفي من الاول بعد تلفت له قول لي بسام تلفت له قول لي السؤال الاول شنو نجاوب وين شبيه زيد شوي زيد شوي فمك الاول بتاع الكلاس تلقاه ماست على الاخر انت لتو تكتب في السطر الاولاني وهو يقول ستي ناخذ دبل في اخر هذيك وترك صف عليك البنات اللي خرجوا ياسر انا تقعد معايا الطفل ايش تخرج في كل دفوار راهي تراجع وتتعب وتراجع والكل ترى دفوار يمكن يبكيها البكي باش نذوب والله باش نذوب باش نذوب والله يلا جيبوا لها جو وجيبوا لها لحن والله ما رجعت هذا ينضب
التواليت داخل بعض وهزوني تمشي معها صاحبتها للتواليت تغسل وجهها. انا اللي يحكي عليها كريم وفيصل والله انا كنت هكاك ناخو معناتها نكتب دبوفاي وبعد الثانيه خاطر كنت قريعه على الاخر وبعد نبدا نخرج نبكي. ليه والله ليه والله والله كنت ديما الاولى نتاع الكلاس نخرج نبكي نقول عملت اكزامان درا كيفاش وعندي سؤال وبعد جي في 18 19 كروني نتاع الكلاس كل التلامذة اللي يتفرجوا فينا ولادي ما تتبعوهمش هاكا انا عطيت ايماج باهي تجارب قديمة اقرأ الارواح اقرأ الارواح اقرأ الارواح اقرأ الارواح ولدي لا تفيدكم لا فوسكا لا حد شيء لا فوسكا لا شيء وجيبها بذراعك. أكثر من 2000 شخص في العالم من دول ثقافات مختلفة حلموا بنفس الراجل أكثر من مرة وهما ما يعرفوش وما راهو حتى مرة في الواقع. صار ولا ما صارش؟ صار وأنا برمي ال 2000 هذوك صار ولا ما صار؟ حلمت بيه نفس الراجل حلمت بيه أكثر من 2000 شخص في العالم صحيح دول مختلفة ومثقفات مختلفة راجل. أنا؟ أي حلموا بنفس الراجل أكثر من مرة ما يعرفوهش أنا بيدي ومراوه حتى مرة في حياته صحيح يصير هي عادي صار صار أنا أغنية صار ولا ما صار؟ أنا معاهم أنا معاهم حط صار صدف مش صدف بي قالوا علاش ما صارش؟ أحكي لك حلمش برجال في الحلم أه جو سوي كوم هو وجه وجه هو وجه اه وجه يجم يكون هاي ملسها ما انا نرجع لبيا ما صار جي في المنام لا انا عمري ما شفت وجوه في في المنام بالحق تشوف بلا بي وجوه عبيد ما نعرفهمش مستحيل ما شفتش ما نتفكرش انت بوسيبل شفته مره ونسيت اما مانيش مش ما وجه قعدت في بالي اي ما قعدتش في بالي وجه آه. معين وجوه مالوفه اللي تحلم بها آه اي سينو ننساهم والاجابه صار 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 هاي سيدي هل رايت عاجل هل رايت هذا الشخص في حياتك والله عمري ما شفت الرجل الغامض في الحلم والله اقسم بالله مش هو بيده بالضبط اما يشبه له والله اقسم بالله العظيم لازم تكلمه مش هو بيده الحق نعم آه نفس الملامح نفس الملامح قسما بالله هم اطباء نفسيين قسما بالله يجيوه برشا ناس برشا عباد وقالوا لهم احنا بلا بشخص معين ما عمرنا ما ريناه صحيح ولا ما كي رسموه وعملوا البورتري روبو لقاو الشخص هذا صدقني عمري ما ريته يا بحذا هاو كريم راه مش هذا اللي نشبه اللي هو انا يفهم لك يا فوز في هذا ولا مش هذا يشبه صغير اي يشبه نفس الملامح حواجب خشيان يعقوب من غير اللحيه هذا بالضبط انت بس شفت هذا زاد ما ريتوش مريم هذا فوز باي جميل ليه شفت واحد يشبه له ما هو اه يشبه له هاي في الواقع دونك هذا هو هذه لا هو في الواقع لا فوزي ها ما يشبه يشبه له قلت لك انا وانت تحلم فوزي سامحني شو المشكلة؟ ما يتحلمش به فوزي علاش شو المشكلة؟ انسان صالح يجيك في المنام يجيك في المنام علاه تحلم فوزي؟ بحلم بيك انا بحلم بيك تيرارا وباشوائي نستنيك تيرارا بحلم بيك انا بحلم بيك تيرارا وباشوائي نستنيك وين ما سألتش فيا يبقى كفاية عليا عشت ليالي يا فوفو اه يا فوفو غني لها عاد يا فوفو يا فوفو غنيت لك غني لها يا زهرة تو تجيب بعدها تو تجيب بعدها اه يا سيدي وصلنا الى نهاية برنامجنا الليلة في برنامج امور جدية فما ريميرسيمون خاولة انا نحب نقول كل عادة ميرسي ستيفي على المكياج وشعر الكل وميرسي فاخر ترابلسي فاخر بيوتي سنتر على اللبسة الحلوة ونحب نقول لاختي غدوة لانيفرسير نتاعها نقول لها جوايز لانيفرسير يا نور نحبك برشا برشا جوايز لانيفرسير كل عام وانت حياة خير فيصل انا نحب نشكر الشيش خان اللي لبسنا اليوم يعطيه الصحة الشيش خان هو اللي لبسنا اليوم ونقول العرض الاخر نتاع ملا عيلة ان شاء الله باش يكون في الكوليزي وقتاش؟ نهار 12 جانفي على الساعة 7:30 بطولة بسام الحمراوي وميمة بن حفصية نعيم الجاني وفيصل الحذيري نص وإخراج صدق حلواس ملا عيلة أنا كالعادة ميرسي فاخر بيوتي سنتر بولو مكياج إلى كوافور وبتبيع روبتي وروبت رملة زيدة أي؟ من عند مدام ريم الغربي ميرسي مدام بسام نحب نشكر الشيش خان على اللبس يعطيه الصحة اللي لبسنا نحب نشكر مرتي خاطر صابر علي فهمتني لتو و تحية لأمي وبابا وميرسي بكم قالوا
تحية للوالدة على البرغل نتاع اليوم وربي يفضلها معناتها برغل بليد قرص البرغل هذاك باش واحد عمتك لقاتها كل الكسرونة لقيناها عمتك عمتك شكون عنده ريميرسيمون مريومة التوقيت نتاع عروس وعريس دونك تبدل ما عادش ما عادش الثمانية غير ربع ولا السبعة يمكن السبعة غير ربع حتى مازلنا بالحق مازلنا ما نعرفوش هذيك لي زانونس دو بوب شوف الرؤية مع المفتي سبعة غير ربع السبعة دونك ما تنحاش البرنامج كما تسألوا فيه راهو توخر في التوقيت فوز نقول أنا إن شاء الله بداية عام جديد على تونس الكل إن شاء الله كل عام وأنتم حيين بألف خير إن شاء الله إن شاء الله سنة طيبة فيها سعادة وفيها أمن وأمان رب إن شاء الله يفضلكم ميرسي بوكو بارك الله فيكم هيا باش نسيقوا باش نروحوا باش نروحوا ميرسي شيش خان كل كراسي باش نسيقوا يقلب الكراسي هيا باش نروحوا باش نروحوا هاي كريس أنا نخدم على روحي برك خليوه يخدم على روحي إن شاء الله بارتير من جانفي باش تبدا العملية أنا والمهبولة ذي المسرحية معناها مسرحية جديدة تبوت وترب أنا ديجا باش نبطل أنا مسرحية جديدة دوبل فاس تمثيل بسام الحمراوي وكريم الغربي باش تبدا بارتير من جانفي باش نبداو بصفاقس إن شاء الله نهار 18 في نهر الفنون في صفاقس جايين بحذاكم في صفاقس 18 نهر الفنون 19 كيف كيف نهر الفنون صفاقس نهار 20 المسرح البلدي في سوس ضمه هما إن شاء الله اللي يحب يقص يطلب 22-254-39 باش نبداو بصفاقس وسوسة 18 و 19 و 20 يلا نتقابلوا نهار الثلاثاء الجاي في برنامج أمور جدية بايا سردي بسام الحمراوي فايز الحميري خولة إيجالو فوزي بن جمرة مريم بن